افتتح معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة رئيس مجلس أمناء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية اليوم المؤتمر الأول للأمراض المزمنة غير السارية في الإمارات الذي يستمر 3 أيام بفندق أنتر كونتيننتال فيستيفال بدبي. وأشار معاليه إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يؤكد التعاون بين مختلف المؤسسات الطبية بالدولة وخارجها لمتابعة البحوث العلمية والتطورات الطبية في كيفية التصدي للأمراض غير السارية وخفض معدلات الإصابة بأمراض خطيرة ومزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها، بما فيه خدمة للعلوم الطبية والمجتمع ككل، وذلك بحضور نخبة من العلماء والمختصين سيطلعون المشاركين على كل ما هو جديد من المعلومات والتقنيات الحديثة المتوافرة على المستوى العالمي في هذا المجال.